مشاهدينا الكرام، اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من هنا ماسبيرو. وفي فقرتنا الاولى هنتكلم عن اخر التطورات الخاصه بمحطه الضبعه النوويه، هنتكلم عن كل ما يخص هذا المشروع، هنتكلم عن اهميه دخول المشروع النووي مصر، هنتكلم عن مراحل التنفيذ المتوقعه، نسبه المكون المحلي، الجدوى الاقتصاديه لهذا المشروع الكبير الذي يعتبر رمزا جديدا للصداقه والعلاقات التاريخيه ما بين مصر وروسيا. الحقيقه بيسعدنا النهارده يكون معانا في الاستوديو الحديث عن اخر التطورات الخاصه بمحطه الضبعه النوويه المهندس دكتور محمد منير مجاهد، نائب رئيس هيئه المحطات النوويه الاسبق. اهلا بك معانا يا دكتور. دكتور محمد، بدايه عايزين نتكلم عن هذا المشروع الضخم اللي طال انتظاره بعد اكثر من 3 عقود الحقيقه لاسباب كثيره سياسيه واقتصاديه، ازاي شايف بدايه اهميه دخول مصر او دخول مصر للنادي النووي؟ هو يعني طبعا اول اهميه، هو اولا احنا مش من 3 عقود ولا حاجه، احنا من 5 عقود. 5 عقود كمان. يعني اول طرح لمحطه نوويه في مصر كان سنه 64 وكانت مناقصه، وتم التفاوض مع او تم اصدار بيسموه خطاب الاعتماد لشركه ويستنج هاوس لاقامه محطه 150 ميجا وات كهرباء و 20,000 متر مكعب مية محلة، وده كان وقتها رقم ضخم جدا. ثم توقف ده بعد بسبب عدوان 67، وبعد سنة 73 أعيد التفكير مرة أخرى فيه، وكان هتعمل محطة 600 ميجا وات وتوقفت برضو لأسباب يعني لا مجال إن احنا نتكلم فيها دلوقتي. ثم جه مشروع الضبعة سنة 81، تم تخصيص موقع الضبعة، وسنة 83 طرحت المناقصة، واستمر العمل في المناقصة من 83 تقريبا لحد 86. وقبل إعلان نتيجة المناقصة بأسبوعين 3 حدثت حادثة تشيرنوبل، وتوقف المشروع بدعوة إن احنا هنعيد النظر في الامان النووي وكده. انما في حقيقه الامر المفاعل بتاع تشيرنوبل ليس له علاقه من قريب او بعيد بمفاعل الضبعه او اي مفاعلات تقيمها اي دول تانية بتستوردها، لان كل المفاعلات المطروحه للتصدير كانت من نوع يا يعني اما مفاعلات الماء المضغوط زي مفاعل الضبعه كده، او الماء المغلي، او الماء الثقيل المضغوط. دول الـ3 أنواع اللي بيتصدروا، غير كده ما مش. إنما توقف المشروع 20 سنة بقى، من 86 لحد 2006، لما اكتشف إن الكلام اللي كان بيتقال على إن احنا يعني عندنا غاز طبيعي ملوش أول ولا آخر، وعندنا بترول، وعندنا إن الكلام ده مش صحيح، وإن احنا ابتدينا نستورد غاز طبيعي من كل حتة بما فيها إسرائيل اللي كنا بنصدر لها قبل كده. فأهمية دخول مصر في هذا العصر زي ما كان متحدد من أولها، أول حاجة طبعا إنها تسد احتياج للكهرباء، لأنها بتنتج كهرباء بأسعار أو بتكلفة اقتصادية منافسة إن لم تكن متفوقة يعني على المصادر الأخرى المنافسة. الحاجة الثانية إنها بتساعدنا إن احنا نوفر الغاز الطبيعي والبترول اللي كنا هناخده نحرقه عشان نشغل محطات كهرباء، في إن احنا نستخدمه في الاستخدام الأمثل بتاعه، إن هو في الصناعات البتروكيماوية الحاجات دي بتستخدم كمواد خام لا بديل له. الحاجة الوقود اللي بيتحرق له بدائل، ومنها اليورانيوم اللي ملوش استخدام تاني غير كده، يعني ما نقدرش نستخدمه في أي حاجة غير إن احنا نعمل تفاعلات نووية عشان نطلع حرارة نستخدمها في توليد كهرباء. الحاجة اللي بعد كده إن هو من الآثار التدويرية للاقتصاد، إنه إذا اتربط برنامج للتصنيع المحلي مع برنامج المحطات النووية بحيث إن تتزايد نسب التصنيع المحلي مع كل محطة جديدة بتتبني، ده هيعمل ثورة في الصناعة طبعا، طفرة صناعية، وهنتكلم طبعا عنها على مدار الحلقة. ليه بقى؟
ليه هيعمل طفرة؟ لأن المواصفات بتاع الصناعة النووية صارمة جدا. فلازم يكون في جودة وتنافسية عالية. فالمصنع اللي هيتعود إن هو يعمل المنتج اللي هيدخل في المحطة النووية بجودة وكفاءة و يعني تنافسية زي ما حضرتك بتقولي هيقدر يعمل هذا الكلام بالنسبة للمسير اللي منتج للسوق المحلي. طب في سؤال مطروح، يعني انه بعض الدول زي المانيا مثلا بتتجه نحو تفكيك المحطات النوويه، فالبعض بيتساءل هل كان يجب او هل ده كان الافضل ان احنا ندخل ونعمل محطات نوويه، على الرغم ان في بعض الدول بتفكك المحطات النوويه، خاصه ان مصر عندها يعني مصادر اخرى والطاقه البديله. ازاي شايف الكلام ده يا دكتور؟ يعني اولا المانيا ما هياش العالم. يعني احنا بنقول يعني انه في بعض النماذج كويس، ما هو كل دوله لها ظروفها. يعني في دول يبقى ممكن الطاقه النوويه هي الحاجه الانسب، في دول ما يبقاش. المانيا بالذات الموضوع سياسي اكتر منه فني. يعني التنافس بين الاحزاب الرئيسيه في هناك بيخلي في نوع من التوازن، اللي بيغلب التوازن ده الأحزاب الصغيرة ومنها حزب الخضر اللي هو له موقف معادي للطاقة النووية. فكان متاخد قرار بأن هم يعني بالتدريج كده يتخلصوا من الطاقة النووية. البديل بتاعها مش رياح ولا شمس ولا كلام من ده، البديل محطات فحم ملوثة جدا ملوثة للبيئة كمان. وأنا قريت دراسة قريب كانت بتقارن حوالين الفرق بين فرنسا وألمانيا في إنتاج الطاقة، فلقوا أن إنتاج الطاقة في ألمانيا أكثر يعني قذارة، أنه هو في بقى كربون وفي كبريت وفي حاجات كده بتطلع في الجو ما بتطلعش في فرنسا اللي هي معتمدة على الطاقة النووية أساسا في توليد الكهرباء. يعني احنا في النهاية بنقول انه الأفضل انه يكون عندنا مصادر متنوعة للطاقة أفضل من احنا نركز على مصدر معين للطاقة. طب احنا عايزين نتكلم بقى عن يعني نسب تنفيذ المشروع. احنا بدأنا مراحل التنفيذ بالفعل يعني حين تم التوقيع على التعاقد، زي ما احنا شايفين انه كان في لقاء للرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الشركة الروسية اللي مستلمة المشروع بالفعل. فاحنا بقينا فين دلوقتي يا دكتور؟ احنا في تقديري ماشيين طبقا الجدول الزمني المحدد في العقد اللي احنا مضيناه مسبقا. هي اي محطة نووية دلوقتي مع التقدم اللي حصل بتبقى فترة الإنشاء الفعلية في حدود 5 سنين. إحنا عندنا زي ما معلن كده إحنا مضينا العقود دي سنة ديسمبر 2017 ومتوقع أن أول واحدة تخش سنة 2026. يعني ده المفاعل الأول. بنتكلم على 9 سنين. إحنا بنتكلم على كم مفاعل؟ أربعة مفاعلات. أول مفاعل المفروض هيتم تشغيله 2026 وآخر مفاعل 2029. لأن هو يعني هم مش بيستنى لما ده يخلص ويعمل اللي بعديه، لا هم يعني شغالين في تداخل بشكل متداخل. هل كل المفاعلات في نفس الموقع ولا في مواقع أخرى؟ لا كلهم في نفس الموقع. نفس الموقع اللي هو محطة الضبع النووي. هل عندنا بالأرقام تكلفة المشروع قد إيه يا دكتور؟ تكلفة المشروع قد إيه؟ التكلفة الدقيقة ما أعرفهاش بالظبط، إنما بالتقريب بالتقريب هتبقى يعني على حسب ما قرأت، لأن أنا ما شاركتش في الحاجات دي كنت طلعت معاش، إنها القرض الروسي هيبقى في حدود 25 مليار دولار. وإن كنت شفت برنامج بيقولوا إن هو أقل من كده 21 مليار. إحنا بنتكلم بالتقريب. بالتقريب. ده يمثل 85% من تكلفة المشروع. فزودي 15% يعني يعني حاجه بتاع 4 مليار كمان. يعني بنتكلم عن تكلفه كبيره، مش تكلفه قليله. هل تعتقد المشروع هيقدر ان هو يصرف على نفسه يعني والتسديد يكون طبعا سهل؟ طبعا، لان التكلفه الاستثماريه دي احد عناصر التكلفه فقط. يعني بيدخل الحاجه اللي انا بدفعها في الاول بالفوائد بتاعتها بالكلام ده كله، ويدخل تكلفة التشغيل. يعني تكلفة الوقود النووي
أقل كثيرا من تكلفة البترول والكلام. عمر المحطة النووية أطول كثيرا من عمر المحطة التقليدية. وبالتالي كل الحاجات دي من نحسبها مع بعض تطلع تكلفة وحدة المنتج اللي هو الكيلو وات أور أو الكيلو وات ساعة أقل من الحاجات التانية. ويعني أنا قلتها أكتر من مرة الحكاية دي، إحنا وكل الدول لا يمكن هنبني محطات نووية إلا إذا كانت منافسة صحيح، وعلى الأقل ما خسرش فيها. يعني ما فيش حد هيعمل حاجة عشان يخسر طبعا، أو يعمل حاجة يعني معونة كده للدول المنتجة للمحطات النووية. فالأساس هو الأساس الاقتصادي، ثم يأتي بعد كده النواحي الأخرى اللي أنا اتكلمت على بعضها من شوية. طيب عايزين نتكلم بقى على عوامل الأمن والأمان الخاصة بمحطة الضبعة النووية، وفق يعني ما يقال إن احنا المفاعلات بتاعتنا هتبقى من جيل الثالث المطورة. إزاي شايف يعني هذه المفاعلات، وإزاي شايف عوامل الأمن والسلامة في المشروع الجديد، لأنه ده بيثير بعض المخاوف؟ ما مش مفروض يصير المخاوف. مش مفروض يصير المخاوف. يعني انت بتقولي ان هو مطور. يعني مطور على فكره مش معناه ان قبل كده ما كانش امن. قبل كده كان امن، ولكن هل ده يعتبر اكثر امانا؟ يعني بنزود في الامان. زي ايه؟ العربيات. اول ما اخترعوا العربيات كانت امنه، ما فيش حد يعني بيدور العربية فتفرقع فيه، لا أمينة وكويس. إنما ابتدى يضيف لها حاجات في التوازن، يضيف لها حاجات الإزاز ما يبقاش كسر مثلا يذبح الناس، حاجات كده. إنما يعني تطوير في السلام. فإحنا بيسموها المحطة بتاعتنا دي من نوع بيسموه جينيريشن 3 بلس. جينيريشن 3 أو الجيل الثالث دي هي محطة تطورية أو محطات تطورية، يعني تطورت من الجيل الثاني، والجيل الثاني تطور من الجيل الأول. ما فيش حاجة ثورية حصل، ما فيش اختراع جديد حصل، إنما هي نتيجة للدروس المستفادة وخبرات. بيتم تطور المفاعلات الجديدة فتطورت وصلت للجيل الثالث. اللي عندنا الجيل الثالث بلس المطور. يعني هو بيسموها بلس، يعني ما عرفش ترجمتها إيه بقى. يعني ترجمتها بالزياده شويه. يعني وجرب من قبل. جرب طبعا. في حاجات عندنا مثلا الجيل الثالث شغاله من سنه 90، هي المحطات اللي بتبني كلها من الجيل الثالث. احنا في المنطقه العربيه اول منطقه باول يعني محطه هتبقى من الجيل الثالث بلس ده. المطور. سابقنا الامارات طبعا، عاملين اربع محطات من الجيل الثالث بس كده. مش المطوره ولا يعني اصل مش كلمه مطوره دي يعني مسليدنج شويه. بمعنى إن إن, ان 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 هو كله في تطوير. يعني الجيل الثالث نفسه تطوير عن الجيل الثاني. انما دي فيها الخصائص الاساسيه بتاعت الجيل الثالث وبعض الخصائص الجديدة. وبعض حاجات طيب صغيرة. هل في جهة معينة هتكون منوط بيها إنها تراقب الأمان في محطة الضبعة؟ طبعا. إحنا في مصر عندنا جهة طلع بقانون سنة 2010 اسمها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية. هذه الهيئة هي التي تعطي تصريح. من غير التصريح دي ما نقدرش نعمل مسمار في المباني. عندنا ست أنواع من التصاريح لازم نحصل عليها في حياة المشروع النووي أو المحطة النووية. أول واحد اسمه إذن قبول اختيار الموقع. الموقع اللي احنا بنقول هنعمل فيه المحطة ده يصلح لإنشاء محطة نووية ولا لا يصلح. وده القانون محدد له سنة دراسة. وفعلا هيئة المحطات النووية اللي هي مالكة المشروع خدت الإذن دوت في مارس اللي فات. يليه حاجة اسمها إذن الإنشاء أو تصريح بإنشاء محطة نووية. خلاص الموقع كويس ويصلح وبتاع، هتحط فيها إيه بقى؟ اللي هتحطه ده مقبول بالنسبة لي؟ يستوفي الأمان ولا لا؟ فلازم تتقدم أوراق كتيرة جدا، من أهمها إذن قبول الموقع ده، يبقى محطوط ان هو الموقع مقبول. ثم التصميم اللي انا هستخدمه. ثم
حاجة اسمها تقرير الأمان الأولي. ده تقرير يتضمن حوادث افتراضية ويشوف المحطة بتستجيب لها ازاي، وفي النهاية هل هي آمنة نتيجة الحسابات دي ولا غير آمنة، يعني هي بتقطع لي يعني عملية حسابات كبيرة جدا جدا. فهيئة الرقابة النووية تقول والله ده تصلح أو لا تصلح، أو استوفي لي الحاجات الفلانية دي، أو المهم أما ياخدوا هذا التصريح، ونأمل إن هم ياخدوه في فترة السنة ونص اللي محددها القانون، ده السنة والسنة ونص يبقوا سنتين ونص، ياخدونا لنص سنة 2020 اللي هي لحد دلوقتي ما سمعناش إن هي هتتأخر عنها يعني. أما يبدأ الإنشاء ويبتدوا يكملوا ويكتمل تركيب المحطة، يتعمل اختبارات أو يتعمل يتخذ إذن لإجراء اختبارات من قبل التشغيل. دي بتاخد لها شهرين ثلاثة أو لا أسف بتاخد ست أشهر. مدة كبيرة مش مدة صغيرة. لا يعني مش هزار يعني. وبعدين بعد ما تجتاز الحكاية دي يبقى فيه إذن تحميل الوقود النووي، هنحط بقى الوقود النووي في المنشأة اللي احنا عملناها دي، ثم يتجرب بقى شوية ويشاف هل في مشاكل فيه بتاع، ثم يتخذ إذن التشغيل التجاري قبليه. لا هو ده التشغيل التجاري. لما تشتغل بقى 60 سنة وعايزين نكهنها بقى ونقفلها، ياخد إذن تكهين. طيب هل الانفجار النووي اللي حدث مؤخرا في روسيا ممكن ان هو يؤثر على المشروع باي شكل من الاشكال؟ لا خالص. لان اولا احنا ما نعرفش ايه التفاصيل اللي حصل. دي تجربه في قاعده عسكريه في القطب الشمالي في روسيا. فما نعرفش هي التفاصيل بتاعتها ايه. نعم. لكنها لا تؤثر على المشروع باي شكل من الاشكال. اللي حصل ان الناس في اقرب مدينه ليها لاحظوا ارتفاع مفاجئ في مستوى الاشعاع، قعد 40 دقيقه وبعدين نزل تاني. ايه بقى سبب الحكايه دي؟ ما نعرفش. في ناس بيقولوا ان ده الصاروخ اللي كان بيتكلم عليه الرئيس بوتين، اللي هو قال انه هيشتغل بمفاعل نووي صغير عشان يلف حوالين الكره الارضيه كذا مره ومحدش يقدر يتتبعه ويقدر يضرب في أي حتة. في ناس تانية بيقولوا والله لا ده هي تجربة كانوا على الصاروخ وحطوا مواد مشعة جوه عشان يتعقبوا مساره، وحصل انه انفجر فطلعت المواد المشعة دي في الجو، انما لا تمثل مشكلة بالنسبة للسكان. طبعا يهمنا الدول اللي جنب روسيا زي السويد وفنلندا والكلام ده ما قاسوش أي تغير إشعاعي ولا حاجة. ده ناحية. الناحية التانية ان ايا كان تركيب المفاعل النووي دوت لو هو موجود فعلا هيبقى صغير جدا. يعني حاجة بتتحط جوه صاروخ غير حاجة مختلفة تماما عن بتولد كهرباء عشان دولة كبيرة زي مصر. طيب عايزين نتكلم بقى على ما تم الاتفاق. بس اقول حتة برضو مهمة. المفاعلات اللي هي الروسي دي اللي بتاعت الصواريخ ما فيهاش نفس الامان بتاع لان ما فيهاش نفس عوامل الامان. الحاجات المدنيه دي انا عايز امنع اي اضرار. اي اضرار. الحاجات الروسي بتاعه الصواريخ تختلف، ده انا بحطه عشان يفرقع عشان يشيل قنبله ذريه ويعني فمش مهتم قوي بانه يقعد. هو انا عايز يقعد شويه يقعدهم في الهواء بس دول يوم ولا حاجه. طيب عايزين نتكلم بقى على ما تم الاتفاق عليه مع الجانب الروسي حول نسبة المكون المحلي في محطات الضبعة النووية. وفق الاتفاق انه كما اعلن ان الوحدة الاولى هيكون حد ادنى نسبة المكون المحلي 20% الى ان تصل الى 35% حد ادنى في الوحدة الرابعة. ازاي شايف النسبة دي يا دكتور؟ هل شايفها نسبة جيدة؟ جيدة. احنا لسه بنبتدي يعني. الدراسة المبدئية اللي اتعملت زمان كانت بتقول ان هيبقى بالنسبة لمكونات المحطة النووية والمسح للصناعة المصرية اللي اتعمل، قال ان في مصانع جاهزة انها تنتج حاجات. هل احنا فعلا جاهزين؟ هل احنا جاهزين ببعض الصناعات وفق ما خرج من المسح اللي اتعمل وقتها؟ كان وفي حاجات
ممكن بقليل من التحسين والمكونات الإضافية تبقى جاهزة. يعني تم قياسة كمان الجودة والتنافسية بتاعت المنتجات. طبعا. وبعدين في حاجات مش موجودة. فعشان أنتج الأجزاء دي لازم أعمل مصانع خاصة تعمل. يعني من خلال المسح خرج إن إحنا محتاجين بعض خطوط الإنتاج الجديدة علشان نغذي كصناعة مغذية. ده يتوقف على حجم البرنامج بتاعي. يعني إذا كنت أنا هعمل المحطة بتاعت الضبع وأقفل يبقى مش محتاج كل الكلام ده وخلاص. إنما لو أنا ناوي إن أنا أتطور وأبني حاجات تانية وإن مع كل واحدة أزود المكون المحلي يبقى في مبررات إن المصانع دي تتعمل عشان هتكسب. وده اللي حصل في كوريا الجنوبية. إحنا ما ابتدينا البرنامج النووي زمان الستينات كوريا أقر منه، كانوا يفكروا في النووي ده خالص. دخلوا برضو دخلوا في الأول كده حبة حبة حبة. النهاردة هم بيصمموا ويصنعوا ويركبوا ويشغلوا ويصونوا المحطات بتاعتهم وبيصدروا لبلاد تانية زي الإمارات. هل إحنا ممكن نقدر يعني نصل إلى يعني فكرة إن إحنا نصنع مفاعل نووي بمكون محلي 100%؟ نقدر. ما نقدرش ليه؟ يعني لا إحنا ناقصين إيد ولا رجل ولا إحنا نختلف عن أي مش هقول لك أمريكا وروسيا وكلام ده. إحنا ما نختلفش عن كوريا ولا عن باكستان ولا عن الهند ولا على إيران ولا على الصين حتى. يعني كل البلاد دي بلاد لها مشاكل بتاعتنا وتغلبوا عليها بدرجات مختلفة. زي ما هم قدروا احنا نقدر، احنا مش معوقين يعني ذهنيا ولا عقليا ولا بالعكس. هل كمان يعني لو احنا بنتكلم على توطين صناعة التكنولوجيا، هل ممكن في المستقبل يعني يكون في نوع من التعاون بقى ما بين مصر والدول العربية والإفريقية فيما يخص يعني الصناعة المغذية للصناعات التكنولوجية؟ نأمل هذا. نأمل هذا. طبعا ده لو اتعمل هيبقى مفيد للجميع. يعني أكيد. أنا بدل ما ببقى بنتج مثلا الوحدة دي عشان مصر بس، لما أكون بنتجها عشان مصر والجزائر والسعودية وبتاع أقدر أعملها بالإنتاج الكبير فتبقى تكلفتها أقل وأقدر أنافس وهم يعملوا حتة تانية أنا محتاجها وهكذا. هل المفاعلات النووية الروسية بتختلف عن المفاعلات الأمريكية والأوروبية؟ في ال يعني السياق العام لا ما تختلفش. في التفاصيل الدقيقة في اختلافات طبعا. يعني المفاعل اللي احنا جايبينه من عيلة اسمها عيلة المفاعلات الماء العادي المضغوط، برشرايز ووتر رياكتور. في البلاد الغربية المبادل الحراري او مولد البخار رأسي، الروسي افقي، انما نفس المبدأ يعني. طيب يعني برضو ده يخليني أسأل سؤال تاني، الوقود النووي الروسي يختلف عن الغربي؟ وهل يعني إحنا يعني بعد كده عشان نحصل على الوقود هنحصله على فقط من روسيا ولا من الممكن إن إحنا نلجأ إلى السوق العالمي؟ من ناحية الأساسية نقدر نوعية الوقود، هل الروسي يختلف عن الوقود؟ ولا حاجة. هو بيبقى له تصميم معين. فأنت بتروحي للناس اللي بتصنع الوقود النووي تقول لهم والله أنا عايز وقود نووي بالمواصفات دي، سواء من ناحية نسبة الإثراء بتاعته، شكل المواسير اللي هو محطوط فيها، حجم الحباية بتاعت الوقود اللي محطوطة إلى آخره، ويتصنع مفيش مشكلة. لكن الشركة اللي احنا متعاقدين معها روساتوم ديت هي بتنتج 35% من الوقود النووي في العالم. يعني هي بتصدر لدول اخرى. نسبه كبيره تعتبر، نسبه كبيره طبعا. الوقود المستنفذ اكيد يا دكتور هيكون ليه برضو فوائد كثيره ممكن نحن نستفيد بيها. ده سؤال محتاج اجابه سياسيه. من الناحيه الفنيه احسن حاجه ان انا اعمل له عمليه اعاده معالجه، يعني اخد الوقود ده واعالجه واستخلص منه اليورانيوم اللي موجود واستخرج منه البلوتونيوم اللي بيتولد نتيجة لتحول اليورانيوم 238 اللي غير قابل للانشطار إلى بلوتونيوم. طبعا في مشاكل متعلقة بتخوف العالم أكيد. من وده أكيد هيأخذ في الاعتبار أنه يؤدي إلى انتشار الأسلحة النووية، لأن البلوتونيوم زي ما مستخدم في أغراض سلمية يستخدم في أغراض عسكرية.
طبعا نقدر نواجه ده بان البرنامج بتاعنا يبقى شفاف، يعني تحت رقابه الوكاله الدوليه للطاقه الذريه، وان كل الحاجات دي بتعمل. ونفس الحكايه بالنسبه لاثراء اليورانيوم برضه، يعني ما فيش شيء في اتفاقيه حظر انتشار الاسلحه النوويه يمنع ان انا اعمل ابحاث في اثراء اليورانيوم ولا في استخلاص البلوتونيوم عن طريق الريبروسيسنج. فلو انا عملت دول، طبعا البلوتونيوم لما اخلطه مع حاجات تانية اقدر استخدمه تاني كوقود، وده يخلي امكانيه استخدام الوقود النووي بدل ما الناس متخوفه ان نسبه اليورانيوم في العالم تقل ويخلص وبتاع، لا ده يقعدني 2500 سنه. طيب احنا هنتوقف، هنشوف معاكم هذا التقرير ونعود مره اخرى لنستكمل حوار. بالنسبة للمشروع النووي المصري الروسي، أعتقد أنه هو يعني مجالات استخدامه بالنسبة لنا احنا كمصر واضحة، وأنه في مجالات سلمية منها توفير المصدر للكهرباء والطاقة. وأعتقد أن يعني احنا تأخرنا كتير، مش عايز أقول أن احنا تأخرنا، قد يكون لظروف أو عوامل كانت مش مهيئة، إنما حان الوقت أن احنا ندور على بدايل للمية حتى نعالج مسألة سد النهضة والمشاكل اللي هي لسه مصارة وما تحلتش. وأعتقد أنه هو هيوفر اكتفاء ذاتي، وممكن نلجأ فيما بعد نستفيد منه في تصدير للدول المجاورة. هي مصر طبعا من بقالنا حوالي 5 سنين حاولنا ان احنا ننوع المصادر بتاعتنا في الأسلحة، وحاولنا ان احنا ما نبقاش ولا شرق ولا غرب، نعمل توازن في العلاقات الدولية، ودي حاجة يعني الصراحة بتبسطنا احنا كمصريين. وتنويع السلاح وتنويع، لأن لا قدر الله العلاقات السياسية دايما في تقلب، فنتمنى ان شاء الله في المستقبل يكون لنا علاقات بكل الدول كويسة، سواء كان معسكر غربي معسكر شرقي. لا احنا مصر في الأول وفي الآخر، ونتمنى يكون لنا علاقات متوازنة مع الناس كلها. أنا أتوقع ليها يعني إنها هتتعمل فعلا وفقا لأعلى المعايير، وأن السوفييت حينما يوعدوا حد بيقفوا الوعد بتاعه، وده تجربتنا معاهم إيه من خلال العلاقات المصرية السوفيتية. والله هو بالنسبة لعلاقات مصر وروسيا حاليا علاقات كويسة في الصناعة وفي الزراعة في الاقتصاد عامة. في مشوار النووي برضو الدنيا ان شاء الله تبقى كويسه، لو الموضوع اتم صح، او عرفنا نواتي ان احنا نستخدمه صح او نطبقه صح، ان شاء الله الرحمن هيفيدنا وهيفيد الشرق الاوسط كله. هو طبعا المشروع ده المشروع طبعا يعني هيفيد مصر جدا طبعا في العلاقات، وهيزود العلاقات الاقتصاديه بين مصر وبين مصر وروسيا طبعا. وفي هناك برضه اتفاقيات تجاريه كتير بين مصر وروسيا، والحاجات دي برضه ايه بتزود ايه يعني هتدعم الاقتصاد المصري وهتزوده ايه كده، وهتوفر فرص عمل كتير بالنسبه لايه الاقتصاد المصري. وطبعا ده هتفيد مصر، يعني العلاقات كلها طبعا من الناحيه الاقتصاديه والتجاريه هتفيد مصر كتير، وهتقلل برضه من فرص ايه، هتزود من فرص العمل، وهتبرضه هتقلل من فرص ايه البطاله والموجوده والتضخم يعني. دكتور محمد، سؤال سريع، هل احنا محتاجين تشريعات جديده فيما يخص قطاع الطاقه النوويه، ولا التشريعات اللي موجوده كافيه؟ اعتقد التشريعات اللي موجوده كفايه. انما احنا محتاجين لتشريعات او لوائح خاصه بمرتبات الناس اللي احنا بندربها. احنا بندفع يعني ملايين ملايين عشان الناس دي اللي راحت روسيا وهتتدرب وهتيجي تشغل، لو مش هتاخد مرتب كافي. احنا عندنا مخاطر موجودة اسمها محطة براكة النووية اللي اتعملت في الإمارات، هيدفعوا أكتر وياخدوا كده مشغلين على الجهاز. فإحنا لازم نحافظ على الناس بتوعنا، فده نمرة واحد. طبعا ممكن نلجأ لحاجات زي اللي حصلت في باكستان مثلا، الناس اللي عاملين في الصناعة النووية ممنوع ان هم يسافروا غير بتصريح مثلا. يعني انا شخصيا لا افضل الحكاية دي، افضل الناس تبقى رغبة، لأن الناس عندها القابلية أكيد القابلية طبعا والحافز الوطني، إنما برضو الناس عايزة تأكل عيش يعني. ما
طيب المهندس دكتور محمد منير مجاهد، نائب رئيس هيئه المحطات النوويه الاسبق، انا بشكرك جدا على هذا الحوار، والحقيقه انه يعني الجميع طبعا سعيد بفكره دخول مصر النادي النووي، ونتمنى طبعا يعني انه هذا المشروع العملاق يحظى بنجاح كبير في المستقبل. بشكر السادة المشاهدين، فاصل ونعود مع الزميلة شيرين الشايب وحوار تجريه مع الأستاذ إسلام ثروت مستشار التدريب بموسوعة التكامل العربي الأفريقي، فاصل ونعود. اللي زارع واللي حاسس وكل ما تنجح أكتر كل ما تلاقي أعدائك أكتر، وكل ما تترصد بيك قوى الظلام أكتر، وكل ما تعمل إنجازات أكتر كل ما تلاقي أنه الحرب بتبقى شرسة جدا. الحقيقة هو ده الواقع اللي احنا بنعيشه الأيام دي. احنا بننجح، بنعمل نجاحات كتيرة، مصر إن شاء الله جاية في إعادة بناء في كل حاجة، سواء إعادة بناء على أرض الواقع أو إعادة بناء حتى للإنسان. والحقيقة ده هيدخلني الموضوع اللي هتكلم عنه النهاردة، وهو موضوع من الحاجات اللي أنا شايفاه أنه مهم جدا وكلنا تقريبا بنعاني منه، لكن ما كانش مسلط عليه الضوء، وهو موضوع التنمر. الحقيقة أن مصطلح التنمر أو البولينج يعني زي ما هو متعرف عليه في الدول الأوروبية هو مصطلح قديم، هو موجود من زمان، ولكن ما كانش مسلط عليه الضوء هنا في مصر، ما كانش يعني يؤخذ بالجدية الكافية، كانت الناس بتعتبر أنه هو حاجة عادية. لا، هو مش حاجة عادية خالص. يعني إيه تنمر؟ وإزاي نتعامل معاه؟ وإزاي نعالجه؟ وإزاي نوعي أولادنا سواء في المدرسة في الجامعة أو حتى لو إحنا كبار في الشغل إن إحنا ما نتعرضش للتنمر، ولا نخلي حد أبداً لا يكسر عزيمتنا ولا يهزمنا ولا يكسر من مقادفنا زي ما بيقولوا. ده موضوعي اللي هتكلم عنه النهاردة، أرجوكم تابعوا الحلقة دي لأن أنا شخصيا مهتمة جدا، وأعتقد أن أي حد يعني هيهتم بهذا الموضوع وخصوصا لو كان من الأباء والأمهات. ضيفي اللي مشرفني النهاردة دكتور إسلام ثروت مستشار التدريب بموسوعة التكامل الاقتصادي العربي الإفريقي. مساء الخير يا دكتور. مساء الفل فندم. زي حضرتك. الحمد لله تمام. الحمد تنمر يا دكتور. يعني إيه التنمر الأول؟ طبعا برحب بحضرتك وبرحب بالسادة المشاهدين. فكرة التنمر أساسها هي فكرة شاملة، وسياسة الدولة دلوقتي راحة مباشرة لبناء كل شيء. تمام. والأساس فيه كله إن إزاي أبني بلد من غير بني أدمين، فابتدينا نشتغل دلوقتي إن احنا نبني البني أدمين اللي هيبنوا الدولة. يعني مش مجرد إن أنا أبني مشروعات وأبني كباري وأبني وأبني وأبني. ابتدت سياسة التعليم تتغير، ابتدى وزير التعليم يتكلم بشكل مختلف، ابتدت وزارة الشباب والرياضة بتشتغل بشكل مختلف، ابتدت كل الوزارات بتخدم على نفس المشروع القومي اللي احنا كلنا بنشتغل عليه. يعني ايه فكرة التنمر؟ ظهر كمان حالة من حالات التنمر بحاجة مختلفة تماما. الناس كانت ربطت في ذهنها ان التنمر تنمر بأطفال، لا لا، او تنمر مدرسي، لا. انا ممكن اتنمر بفئة في المجتمع، زي فكرة ان انا ممكن اتنمر مثلا بأحد الأعصاب الرئيسية للمجتمع زي القوات المسلحة، ان في حد يطلع يتنمر على القوات المسلحه، ان انا اتربص بحد كونه بس بينتمي. التنمر هو التربص، يعني تربص فكره بحد. ان انا اتربص بحد واحاول اتكسر من صورته، من صورته، من عزيمته، عن طريق سلوكيات سلبيه انا بستمر عليها فتره طويله. بحاول طول الوقت ان انا اتعامل معاه بشكل نفسي سيء، بحاول اعزله عن الظهير بتاعه بشكل كبير، بحاول ابعد عنه الدعم بشكل كبير، الدعم المجتمعي اللي احنا بنقصده. أشوه صورته قدام الناس. أخلي الناس وهي بتتعامل معاه بتبتدي تتعامل معاه من منطلق إن هو عدو ليهم مش درع ليهم. يعني دي فكرة أحد صور التنمر الناس كتير بعيد عنهم. الناس كانت حاطة في دماغها إن التنمر إن هو ولد صغير أنا لما هيروح المدرسة حد هيضربه، أو مجموعة هتأثر على مجموعة وتضربها وتعمل لها مشاكل، أو حد يعاكس حد طول الوقت بشكل أو بألفاظ خارجة. مش بس كده، التنمر كمان إن أنا ممكن أبقى عنصري تجاه حد لمجرد ان هو زي اصحاب الهمم، الناس اللي هم اخواتنا اللي عندهم بعض الاعاقات، ان انا اتربص بحد لون بشرته لمجرد لون بشرته. يعني احنا مثلا احنا عندنا رئاسة الاتحاد الافريقي، احنا عندنا ظهير افريقي قوي جدا، يعني ما يصحش ابدا ان حد يتربص بحد او يتنمر بيه لمجرد لون البشره، او ان هو مثلا انه جاي من دوله تانية حصل فيها ظروف معينه فجاه عندنا. مصر هي الدولة الوحيدة يمكن في العالم اللي ما بتتكلمش عن اللاجئين السوريين في مصر، لان احنا ما عندناش لاجئين سوريين. سيادة الرئيس قال ان هم بلدهم و
احنا زي ما احنا كنا ضيوف قبل كده في فتره على سوريا، وسوريا اهلها ضيوف علينا واحنا موجودين، هم احنا كمان اللي ضيوف عليهم مش هم بس. خليني اوضح الفكره دي يا دكتور، لان احنا عايزين نقول يعني ايه ان هم مش لاجئين. يعني احنا البلد الوحيد اللي ما عندهاش مخيمات للاجئين. يعني فكره انه لاجئ تضطر ظروف بلده ان هو يروح لبلد تانية فيعيش في مخيمات يعني تكون ظروفها قاسيه جدا زي اللي بنشوفها في كل الدول المحيطه بينا، احنا ما عندناش كده. احنا عندنا مواطنين يعيشوا مواطنين. ايوه، ومش مش كده بس، يعني انا عندي حجم الاستثمارات مثلا لاخواتنا السوريين في مصر طبعا حجم استثمارات كبير جدا طبعا عاملين نجاحات هايله وما حدش بيضايقهم تمام، لان هو دي بلده، هو جاي عايش هنا جوه بلده. احنا ما بنقولش ان احنا عندنا لاجئين فدولنا. في نقطه كمان الناس مش واخده بالها منها، ان لما حصل مشكله في سوريا جم بلدهم، لما حصل مشكله في العراق جم بلدهم، لما حصل مشكله في اي دوله بيبقى هنا الظهر بتاعك كله تمام. انا كون ان انا ظهر كل الدول العربيه دي بتحملني مسؤوليه كبيره، وبتخليني انا كشعب من جوه ما ينفعش في اي حال من الاحوال ان انا اتنمر بده ببلدي بقوات مسلحه باسرتي اللي انا عايش بس فيها. ده بيخلي الاخرين يتنمروا بجيشك. أيوه. لان هو الجيش الوحيد في المنطقه القوي اللي باقي اللي قادر يدافع عن المنطقه كلها، فلازم يتنمر بيه. يبقى انا شطارتي مش ان انا اقف مع عدوي، شطارتي ان انا اسمح منه حتى لو هو عايز يقول انت قلت وانا سمعت، بس انا عندي ثقه. ما هو انا مش مجرد ان حد قال كلام على والدي يبقى والدي مش كويس، محدش قال كلام على اخويا يبقى اخويا مش كويس، انما هو مع احترامي لكل الناس اللي بتتكلم او عدم احترامي ليهم، لان هم ما يفرقوش معايا اصلا الناس اللي بتتنمر بالجيش او بالقوات المسلحه او بفئه اي فئه عندي. هو دلوقتي انت كنت موجود هنا وانا موجود هنا، وهو بتاع القوات المسلحه بقى اخويا وابويا وكل الاسره، وانا كنت في القوات المسلحه في فتره، كل الناس كده، كل بيت فيه من القوات المسلحه. انت تقصد ايه؟ يعني انت تقصد ايه؟ وانس انت تعاملت مع حد وما كانش كويس، خلينا بنتكلم في كده زي اي مؤسسة في الدنيا، هل ده معناه ان انا تنمر بمؤسسة كاملة لمجرد ان انا تعاملت مع حد؟ ده ان صدقت يعني ان كنت انت اصلا صادق وحصل ان انت حصل لك مشكلة، انا ممكن يحصل لي مشكلة مع حد، هل ده معناه ان كل القوات المسلحة وحشة؟ حصل لي مشكلة مع عسكري يبقى كل الشرطة وحشة؟ ده ايه؟ القوات المسلحة طبعا درع الوطن وعلى راسه الحقيقة، يعني في كل حاجة. يعني وقفهم في كل بقى من 30 يونيو قبله وبعده، يعني ده حاجة. احنا نقعد نقول مجلدات في القوات المسلحة يعني الحقيقة، كل يعني كل التحية والتقدير ليهم وكل التحيز لقواتنا المسلحة، ربنا يحفظهم، هم درع الوطن. ده التحيز الواجب، ده تحيز ضروري الواجب. الواجب يعني ضروري. مش فكرة يعني انا ما ينفعش ابقى حيادي في دي، لا لا لا، لازم ابقى متحيز، دي لازم ابقى متحيز، ده انا متحيز لنفسي. ده صحيح. هو ما هو انا هو اللي بيحميني، هو اللي لما بحتاج له بلاقيه. صحيح تمام. صحيح. طيب نخش بقى على موضوع التنمر اللي هو اللي موجود بقى في المجتمع. الحقيقه ان التنمر ده ظاهره، هي زي ما كنت بقول في المقدمه دكتور اسلام، هي ظاهره قديم مش جديده، ويمكن اللي بيتابع الافلام الاجنبيه اتعمل عليها افلام كتير جدا في المدارس هناك، سواء بيتكلموا عن مدارس الابتدائي او الاعدادي او حتى التنمر زي ما حضرتك قلت باي حد احنا شايف، يعني فئه بتتنمر بفئه او حد شايف ان حد اقل منه. هو اساسا اللي بيتنمر ده انسان غير سوي نفسيا، خلينا نتفق على ده. يعني حضرتك اشرح لي من هو المتنمر وبيعمل ايه في اللي بيتنمر بيه. طيب المتنمر ده ممكن يكون حد اتنمر بيه اصلا، يعني بيعمل سلوك ارتدادي، بيسقط الحاجه اللي حصلت له بيعملها في حد تاني. والدليل على كده ايه؟ ان حتى الناس اللي بيتم التنمر عليهم بيحاول يرجع البيت يتنمر على اللي موجودين في البيت. يعني مثلا انا ولد وحد تنمر عليا في المدرسه وانا اختي في البيت، وانا مش قادر اطلع اللي جوايا في اللي تنمروا عليا في المدرسه، فبروح اطلع الكلام ده في اللي في البيت. فانا هنا متنمر ومتنمر بيه. يعني انا تم التنمر بيا في المدرسه ورجعت عملت تنمر على اللي موجودين في البيت. عشان كده المساله حساسه جدا ولازم تتعالج بشكل دقيق. هو سلوك خاطئ بيتم بشكل اعتيادي. المقصود بيه ايه؟ المقصود بيه ان انا اعمل مشكله لحد او اعزله اللي موجود في المدرسه اللي انا بتنمر بيه، اقلل من قدره، من خلال ان انا اقل من قدره، ان انا اتعامل معاه واطلعه بره كل النشاطات اللي موجوده معايا مثلا في المدرسه، ان انا افقده ثقته في نفسه، ان انا اخلي الناس اللي موجوده حواليه كلها تضحك عليه فافقده مثلا ثقته بنفسه او اخليه هو حد مهزوز الشخصيه، ان انا طول الوقت اخليه باصص لي على اني درجه اعلى منه. طب اسمح لي حضرتك، احنا معانا مكالمه، معانا احد الامهات استاذه ريم عفت. مساء الخير يا استاذه. الو حضرتك استاذه شيرين، مساء الخير. مساء النور، اهلا بحضرتك.
اهلا بحضرتك يا فندم. انا يعني موضوع الحلقه النهارده موضوع مهم جدا جدا وبيمسني شخصيا في ابني، وبالصدفه انا لقيت حضراتكم بتتكلموا في الموضوع النهارده. ابني في كي جي 1 وراح المدرسه وعنده كيت جدا ثقه في نفسه لان اخواته اكبر منه، فاحنا كل الاسره مدياله ثقه جدا في نفسه. وراح المدرسه وهو مبسوط جدا، حتى ما عيطش، ما كانش عايز يرجع البيت ولا اي حاجه. النهارده واحد صاحبه يعني زميله في الكلاس بتاعه، هو ابني شويه الحروف عنده مش واضحه قوي، طبيعي ده في كي جي 1 يعني. ايوه يعني فالولد بيتكلم كويس جدا اللي هو زميله، فبدا يتنمر بيه بقى ويقول له انت بتتكلم كده ليه، وبدا يضحك عليه. فالولد من الطبيعي انه راح طلب من الميس، بيقول لها مروان قال لي كذا كذا كذا. قالت له عادي عادي يا ياسين ما فيهاش مشكله. فالولد جاي النهارده رافض تماما انه يروح المدرسه. وقال لي خلاص مش هروح، مروان عمل كذا كذا كذا. فيعني لازم يكون في وعي غير للاسر، لازم يكون في كمان وعي للتربويين اللي موجودين في المدارس. ده بالتاكيد. طيب انا بشكر حضرتك، وهنسال دكتور اسلام ازاي حضرتك تتعاملي مع ابنك. أيوة ان شاء الله يرجع. أيوة ابن حضرتك. أيوة اسمه ايه؟ ياسين. ياسين ان شاء الله ياسين يرجع المدرسه بالسلامه ويعني يتفوق باذن الله. عايزه بس اقول انه في دلوقتي بالتنسيق مع اليونيسف ووزاره التربيه والتعليم حمله ضد التنمر، واعتقد الحمله دي ان شاء الله هيتم تطبيقها. وطبعا التربويين زي ما قالت استاذه عفاف، ده استاذه ريم عفوا، ده مهم جدا ان التربوي نفسه لما الطفل يروح يشتكي له يقدر يساعده. تمام. ما يلاقيهوش يعني بيقول له عادي. حضرتك الاول تنصح الام هنا استاذه ريم وتتصرف ازاي مع ابنها الاول؟ اول حاجه الاستاذه ريم اول حاجه تعملها بالنسبه لابنها ان هي تقعد معاه، تتكلم معاه، تكلمه عن حاجه هو شاطر فيها. تمام. وتعرفه يعني ايه ان في معوق في المدرسه، ان انا ممكن عشان ابقى شاطر في حاجه وان انا اوصل لها ممكن يقابلني حاجه تضايقني، انا لازم افضل مكمل. بس في نفس الوقت هي لازم تتواصل مع اداره المدرسه بحيث ان هي تتكلم معاهم، يا جماعه انا في حصل 1 2 3 الحاجات دي حصلت. بس لازم الاول قبل ده كمان اتاكد ان ياسين الكلام بتاعه او الروايه بتاعته روايه سليمه. يعني ايه روايه سليمه؟ الاطفال ساعات بياخد جزء معين من الحوار وينقله. علشان كده احنا لما هنتطرق بعد كده ازاي نحل مشكله التنمر، لازم نتاكد تماما من التفاصيل، لان كل تفصيله في الحكايه اللي بتتقال بتبقى مهمه. ممكن ياسين يكون اتريق على زميله او تنمر بيه في جزئيه، فزميله رد له التنمر في جزئيه تانية، وده اللي خلى المعلمه او اللي موجوده في الفصل تقول لهم خلاص يا اولاد احنا كده ايه مفيش مشكله. طب في حاله اذا ما كانش هو اللي بدا باي كلام والطفل التاني اللي هو تنمر بيه وياسين ما عملش حاجه، لانه هو ما عملش اي حاجه. اول حاجه زي ما انا قلت ان انا بحاول ادعمه الاول واتكلم معاه واعرفه ان هو قد ايه مهم، وان هو حد شخصيه قويه ومش مجرد كلام هو اللي هياثر فيه. تاني حاجه بتواصل مع اداره المدرسه. تالت حاجه بتواصل مع ولي امر مروان. تمام. بحيث ان انا برضو مش مجرد ان هو اعالج مشكله ياسين، ما يمكن مروان متنمر على اكتر من حد، فنبقى احنا حاولنا نعالج الحكايه، خصوصا ان هو لسه في كي جي 1، فسهل جدا ان احنا ايه نبتدي نسيطر على الفكره. طب الموقف ده يا دكتور تقريبا كل الاباء والامهات بيمروا بيه، انت هنا بتقع كولي امر فزي ما بيقولوا ايه، مش عارفه الاقي لها التعبير المناسب، بس في حيره. خلاص، لانه حضرتك المفروض انك بتربي مثلا ولادك على انك تحترم الاخرين، على انك ما تردش، على انك، لكن لما يجي حد يقول لك انه يعني يجي ابنك مثلا يقول لك فلان شتمني، فانت حضرتك بتضطر ترد عليه تقول له طب يعني اللي يقول لك حاجه رد عليه بنفس الكلمه، ما هو يعني هنا بتقع في حيره. طب انا اربي ابني على ان انت ما يطلعش منك اي افعال سلبيه، اربيه على الشراسه ولا على الوداعه؟ على الشراسه ولا على الوداعه؟ ما هو مش هينفع يبقى وديع في عالم فيه ناس شرسه. وفي اوقات لحضرتك موجوده عشان تحميه، ولا حتى المدرس ممكن يبقى يعني في مكان مثلا مش موجود فيه المدرس، في مكان بيلعبوا فيه الاطفال، في نادي، في مكان مفتوح، ما هو مش دايما في ناس كبيره موجوده 24 ساعه تقدر تسيطر. حضرتك تعلم هنا ولادك تقول لهم ايه؟ طيب علشان اعلم ولادي في حاجه زي دي لازم اعلمهم الشقين. امتى تبقى وديع وامتى تبقى شرس؟ امتى تقدر تستوعب اللي قدامك وتحترمه؟ وامتى ازاي تقدر ترد الكلام اللي بيتقال لك او اكتر منه بشويه حلوين يعني تمام بادب. يعني مش كل التادب ضعف، ومش كل الشراسه قوه. يعني خلينا نضرب مثال بسيط، مثلا ابني او بنتي جه قال لي النهارده زميلي قال لي انت ما بتفهمش.
يعني ودي طبعا ابسط حاجه ببسطها يعني يرد عليه يقول له ايه في ايه ما بفهمش في ايه كده احنا خدنا الكلام لحد فين انا لما اوصلها له لما هو بيجي يناقشني يعني دي حصلت معنا في محاضره قبل كده اصلا فلما حد يقول لحد انت ما بتفهمش فانا اقول له في ايه مثلا فيحدد لي الحاجه اللي انا ما بفهمش فيها لو انا مثلا قاعد في الحصه بتاعه الرياضه مثلا ما هو حضرتك الكلام ما بيبقاش منطقي يا دكتور يعني اللي بيتنمر ده بيبقى بيستهزئ وبيسخر وغالبا بيبقى معاه زي بيقولوا كده سمول جانج بتاعته اللي هو وعايز يفرج الناس شلة صغيره وعايز يعمل مشهد يعني مش بيتكلم بالمنطق فعلا يبقى هو السؤال هو عايز يضحك حد عليا انا ازاي ارد ان حد هو اللي يضحك علي من كلامه يعني هي شطارتي ان انا كولي امر وانا بتعامل مع ابني ما اتعاملش معاه لانه عيل لان فكره العيل الصغير ما عادتش موجوده زي ما الناس متخيله فلما بتتكلم معاه فاقول لك طب لو ضربني هعمل ايه؟ تعمل ايه؟ ايه الحل اللي انا هعمله؟ انا صحيا او بدنيا كمان مش كفاءه ان انا مثلا ان انا اقول له حتى لو ضربك اضربه فهيضربه تاني. فبقى انا كسرته للاخر. وقد يكون ان مفيش تكافؤ مثلا مفيش يكون تكافؤ. طفل اصغر وطفل اكبر وده غالبا لو ضربه هيتاذي طب في الحاله دي تقول له ايه؟ طب هقول لحضرتك على مشكله اكبر. تعملي ايه بقى لو ما الصغير يكون هو اللي بيضرب التاني اللي هو كبير بس مش عندوش الشراسه ان هو ما ترباش بالشكل اللي يخليه يضرب او يدافع بشكل مباشر اول حاجه المثلث اللي عندنا او اللي بيهمنا قوي ولي امر معلم في المدرسه لو احنا بنتكلم عن التنمر بتاع المدرسه ولي امر اخر ازاي هي المنظومه كده انا عندي متنمر بيه اداره الاداره اللي موجوده بالنسبه لي دي موجوده في المدرسه ما دام احنا بنتكلم عن التنمر المدرسي يبقى انا بلجا لاداره المدرسه طب اداره المدرسه ما جابتليش حقي وده وارد انه بيحصل لان ساعات كمان اداره المدرسه ما بيبقاش عندهم الوعي الكافي انه يتعامل مع الحاله ازاي يعني مش فكره انه مش عايز يجيب لي حقي لا هو مش هيتعامل بوعي وممكن توصل لحاله انه يتنمر بالولد المتنمر يبقى انا ما حلتش ما هو انا مش عايز حاله تنمر اطلاقا لا بده ولا بده فباجي اقول له والله طب انا حصل لي 1 2 3 هتتدخل معايا تعمل لي ايه بتواصل مع ولي الامر انت ابنك عمل 1 2 3 طب وحضرتك في او بعض اولياء الامور ممكن يبقى مش متعاون يقول لك انا ابني مفيش احسن منه لا ده مش كده مش كده بس يعني مش كده بس لما يروح له البيت يقول له جدع انا مش عايز حد مش عايزك تيجي تشتكي لي انت انا عايز الناس هي اللي تيجي تشتكي بالظبط كده وده بيحصل ساعتها انا هبقى مضطر للاسف لحاله واحده بس ان انا ابتدي اشتغل على ابني انا ازاي يقدر يدافع عن نفسه ازاي يقدر يدافع عن نفسه اعلمه دي روشته اللي بيتفرج عليه ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه انا ادافع عن نفسي ازاي انا اربيه من الاول على انه يعرف يرد كويس وانه يوقف كل واحد عند حده واربيه انه ازاي يدافع عن نفسه وازاي يتدرب بشكل جيد كمان رياضه بحيث ان هو يبقى عنده ثقه كافيه في نفسه للرياضه بتديني ثقه وبتديني قوه حاول بقدر الامكان اعلم ابني حاجه انه رد اي رد يعني لما يجي يضربك اخبطه يا راجل طب كده يبقى رديت عنف بعنف لا اخبطه اي خبطه مش مهم ان انت تخبطه خبطه تؤلمه بس هي الفكره كلها في ايه انا لما رد الفعل يعني انا لما بتريق على 10 بس فيهم واحد بيرد عليا حتى لو خبطه بسيطه بعد كده مش هتريق على 10 كلهم هتريق على 9 بس عشان اتجنب الخبطه اللي هتجيلي من ده يبقى هنا هنتكلم عن السيكولوجيه المتنمر عايزين نقول المتنمر ده حد هو في الاساس ضعيف من جوه طبعا وبيداري على ضعفه حضرتك صلح لي بيداري على ضعفه بان هو بيحاول يظهر قوه مزيفه صح مزيفه أيوة. مش كده بس احنا كمجتمع كمان كان لنا دور في ان احنا عملنا المتنمر ازاي هو انا عندي اي حد في الدنيا بيطلع منين اسره بعد كده بيروح مدرسه والاعلام بيأثر عليه وبعد كده بيبتدي يتعامل مع مين مع الناس طيب انا طلعته من اسره الاسره عامله ازاي الاسره بتبني كل حاجه الا ابنها الاسره بتبني كل حاجه لابنها الا هو يعني احنا بنشتغل يعني بتعلمه كويس وتاكله مش كويس هي بتعلمه اعتقادا منها في مدرسه كويس وتوفر له اكل كويس توفر له تليفون كويس توفر له لبس كويس بس ما بتوفرلوش تربيه كويس لان هي ما بتبقاش فاضيه ان هي تربيه بشكل كويس فدي اسره اسره ادته ايباد او تليفون او تاب بيشتغل عليه وبيلعب عليه جيمز الجيمز ده كل محتواه ان احنا ده بيضرب ده واللي بيضرب اكتر هو اللي بيكسب اكتر واللي بيموت اكتر هو اللي بيوصل لليفل يعني. الاعلى ده في اللعبه باجي في التلفزيون تمام هو بيشجع كوره وانت بيشجع الاهلي بيشجع الزمالك بلاقي في برنامج حواري مثلا ده بيتهكم على ده والشاطر محدش بيعرف يرد على طرف فاللي ما بيعرفش يرد على طرف بيبقى هو شايف الولد شايف ان الطرف اللي بيقول بصوت عالي ده هو الشرف اللي هو الاقوى او اللي لسانه طويل هو الشرف الاقوى طب انا ليه ما بقاش ده لما بتفرج على فيلم او مسلسل بيبقى كله ضرب وكله والناس طبعا ده البطل اللي بيضرب فالناس كلها مبسوطه ان البطل بيضرب يبقى اللي بيضرب ده هو الشخصيه الاقوى
فانا كبرت الحكايه بالنسبه لطفل رايح المدرسه، قناعته كلها ان اللي بيضرب هو ده اللي الناس هو اللي البطل اللي هيجي، فكره الهيرو اللي انا هاجي في الاخر اللي بيضرب المدرسه هو ده. هو الحقيقه انا هنا عايز احيي المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، ولسه كنا بنناقش ده الاسبوع اللي فات في اللائحه اللي اصدروها، ان هم يعني اصدروا مجموعه كبيره من المعايير وخصوصا في الدراما فيما يتعلق بعدم محاكاه مشاهد العنف. ودي الحقيقه كانت نقطه مهمه انا بحييهم عليها جدا، لان احنا كنا محتاجين ده بصراحه، محتاجين نوقف العنف الكتير اللي موجود في الدراما. بس ازاي انا اصدر لابني او بنتي فكره البطل ان هو قوي بس ما بيضربش، او يعني مش عنيف يعني. ارجع لورا شويه ولما ابتدي اتكلم معاهم ابتدي اتكلم معاهم على نماذج ناجحه بدون عنف. زي مين؟ الناس بتعتقد ان انا محتاج ان انا طبعا مع احتفاظي بكل الاحترام للناس اللي هنتكلم عليها، مثلا محمد رمضان في الدراما ده البطل فلازم يضرب الناس كلها، ويجي في الاخر محمد رمضان اي حاجه تجرى له يبقى ده الناس اللي عملت في محمد رمضان حاجه هي الناس اللي مش كويسين، مع انه هو ضرب المسلسل كله. انا ابتدي طب ما انا ادي نماذج ثانيه. عندي مثلا النماذج الاسلاميه القديمه اللي كانت موجوده، النماذج المتسامحه بشكل كبير، بحيث ان انا لما بزرع اسس التسامح في المجتمع انا هجنيها. يعني ايه؟ رئيس الدوله لما بيجي يتكلم عن حاجه بيجي يتكلم انا عايز ابقى قوي جدا مش عشان اضرب حد، عشان يعني طب ليه انا ما اجيبش ابني مثلا واعرفه ان هو ده بيقول لي احنا ليه اشترينا الدبابات دي، ليه اشترينا الطيارات دي عشان نضرب الناس؟ لا احنا اشترينا دي عشان ما حدش يجي يعمل فينا حاجه، عشان ابقى انا قوي جدا فالناس تعمل حسابي. ليه انا ما اصدرش الصوره دي وانا جايب نموذج حي؟ يعني رئيس الدوله نموذج حي وبيعمل اجتماعات ملقاءات مع الشباب وبيجي لقاءات في التلفزيون طول الوقت، بس انا اجتزئ الاجزاء اللي انا اقدر اشرحها لطفل. يعني انا لما اجي اشرح لطفل مش هشرح له السياسه العامه للدوله، هو ما يفهمش الكلام. طب يا حبيبي ايه رايك، انت بتحب الدبابات، انت بتحب الحرب والحاجات اللي بتيجي الالكترونيه. طب انت تعرف ان احنا كدوله عندنا جبنا حاملات طائرات، جبنا طائرات رافال، جبنا كذا جبنا كذا جبنا كل الحاجات دي، عارف ان احنا نبقى اقوى دوله في الشرق الاوسط. تمام، مش عشان نعتدي على حد، وجيب له النموذج المعادي مثلا اسرائيل. اسرائيل بتجيب كذا عشان تعتدي، احنا بقى عندنا الحاجات دي فعشان كده اسرائيل عمرها ما تقدر ان هي تعتدي عليه. فده نموذج انا اقدر اصدره لابني. زي فكره الحضاره، معانا صور حتى من حضرتك مؤتمر كنت قمت على موضوع ظاهره التنمر. يعني انا ازاي كمان اصدر فكره تمام للناس. يعني انا دلوقتي لما اجي اتكلم مع طفل، الطفل ده لما اجي اكلمه عن الحضاره، احنا بنقع في غلطه كبيره جدا ان انا بقعد اشرح له حضاره. لا، هي دي حضارتك اهي، انت هتبني ايه بقى؟ احنا عندنا دوله دلوقتي بنبني دوله. انت علشان يجي بعد كده ولادك او احفادك يقولوا جدنا عمل، زي ما احنا بنقول دلوقتي ان احنا اجدادنا الفراعنه عملوا. انما احنا لو فضلنا نتكلم طول الوقت عن اللي اتعمل قبل كده، طب ايه التطوير؟ ايه الحاجه الجديده؟ طب فعلا انا كان لسه عندي اسئله كتير بس بيقولوا لي وقتنا للاسف الموضوع شيق ومهم جدا. اعتقد ان احنا لازم يكون لنا لقاءات ثانيه، لان كان عندي اسئله كتير. وعايزه اقول ان التنمر، يمكن انا شفت فيلم وبحيي هذا الفيلم، هو فيلم هندي بس كان بيتكلم عن ظاهره التنمر، ويعني قصه بقى طويله، بس في الاخر ورق ان ازاي ان انت ممكن بالتنمر تدمر حياه انسان تماما وتلغي شخصيته وتسبب له ان هو يعني قد يقتل، يعني لا قدر الله ينتحر او ينعزل عن العالم، يصاب باكتئاب شديد جدا. فالتنمر ظاهرة محتاجين ان احنا نقضي عليها. انا الحقيقة بشكر حضرتك جدا، وان شاء الله لازم هيكون لنا لقاء تاني. دكتور اسلام ثروت، مستشار التدريب بموسوعة التكامل الاقتصادي العربي الافريقي، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لفندم، وما نخليش اي حد يتنمر بينا، دايما عندنا ثقة في نفسنا، واللي بيتنمر ده هو اللي ضعيف، احنا الاقوى. تصبحوا على خير.